هنا خلينا نقول حاجة مهمة جدا، إن أنا لما باخد بالأسباب ببذل ما علي من جهد، بحاول إن أنا أوصل بالرسالة المستنيرة السامحة. ولذلك هنا لما يجي يعيبوا على بعض الشباب، ده فيه نسبة إلحاد، ده فيه، طب ما تخلينا نتكلم بصراحة. يعني خطف الدعوة في العصر الحاضر من أهل الدعوة وظهورها بالشكل اللي كان عليه في الفترة الماضية، ده قدم صورة سيئة للأسف، خرجت جيل شايف إن الدنيا مشوشة قدامه. يا ترى ده هو الدين؟ يا ترى هو؟ ولذلك لما بنقعد مع بعض الملحدين وناقشهم، أنا بقول لهم جملة يمكن كان صديقنا الشيخ الجافري لما سمعها يعني عايز أقول لك بكى. قلت لهم والله أنا لو مكانكم والناس بتقول إن هو ده الدين، أنا هبقى معاكم. فده نوع من أنواع إن أنا عايز أقول له أنا معاك لأنك أنت صح، بس تعال أقول لك، عايز اعلمك حاجة، فرق دايما بين الفكر الديني والنص الديني. يعني ايه؟ يعني حاسبني على قال الله وقال الرسول، لكن ما تحاسبنيش على الدواعش وتقول ان ده دين. مزبوط. طب انا ده طفل، ده شاب، ده مراهق، هنا ده ما عندوش القدرة على التمييز والنقد زيه زيك او زي الناس الاكبر، الاباء والامهات. فبالتالي ده محتاج الى نوع من انواع ايه؟ ان انا اقعد وابذل جهد أكتر. عشان بعد كده اقدر اتكلم، و بلاش نسخة أحكام على بعض، علينا أن نلجئ الأمر لله سبحانه وتعالى. وده نوع برضو من أنواع الوقاية، يعني إحنا مش بنتكلم بس على كده، إحنا بنقي نفسنا حتى، لأن إحنا يعني ملناش الحق إن إحنا نقول ده.